في دراسة أعدها مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، الحظر المنزلي زاد الوعي الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة. الحديث أكثر عن الدراسة وتفاصيلها أسعد أن تكون معي عبر الهاتف الدكتورة سناء العتيبي، عضو لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة والأمين العام للجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية. حياك الله دكتورة سناء وسعيدين فيك اليوم. اهلا وسهلا، مرحبا فيك وحياكم الله جميعا، وشاكره حقيقه لكم اتاحه هذه الفرصه للحديث عن هذه الدراسه. الله يحفظك دكتوره سناء. بدايه لما نتحدث عن الدراسه، هي دراسه كبيره وفيها تفرعات كثيره، لكن خلينا اروح معك للنقطه الاهم اللي راها البعض. حديث واخبار كانت تنتشر نتحدث اثناء الجائحه عن زياده العنف المنزلي والمشاكل الزوجية، وأيضا هنا في برنامج كيف طرحنا هذا الموضوع، وأيضا في برنامج الأسرة أولا طرحنا بشكل موسع. اليوم تأتي هذه الدراسة تؤكد أن النسبة منخفضة جدا، كيف يمكن تفسير ذلك أستاذة سناء؟ جميل، شكرا لك على إثارة هذا السؤال. خلني يعني أحاول أفصل في هذا الموضوع أكثر علشان تتضح الرؤية والصورة، وعلشان يتضح للآخرين أن هذه الدراسة جاءت منسجمة مع الأحاديث والأخبار والدراسات الموجودة. لما نتعامل مع أي قضية أو مشكلة اجتماعية يجب أن تقرأ جميع الأرقام بحرص شديد. عندما نقول أنه 80% لا يشتكون من العنف الأسري خلال أزمة كوفيد-19 كما جاءت الدراسة الحالية، في المقابل لدينا 20% يعانون من العنف المنزلي خلال هذه الأزمة. هل تعلم ماذا يعني هذا الرقم 20%؟ يعني أن لدي 11,800 أسرة تعاني من العنف، رقم كبير. عندما عدد الأسر في السعودية حسب آخر إحصائية تقريبا 5,900,000، لما أقول 20% إذن هي 11,800 أسرة. إذن هنا لا نركز على 80 ونخمل 20. عندما نقول من نتائج الدراسة أنه 1% فقط تعرض لعنف جنسي، هذا لا يعني عدم وجود مشكلة، هذا يعني أنه لدي 590 أسرة تقريبا تعرضت للعنف الجنسي. في مثل هذه القضايا الحساسة رقم واحد يصنع الفرق. مثال، عندما تستغيث حالة واحدة فقط من العنف عبر مواقع التواصل، نجد أن المجتمع، الإعلام، المسؤولين، وحدة الحماية تتحرك، لاحظ أنها حالة واحدة فقط مع هذه الحالة، فما بالك في 11,800 أسرة. أيضا الدراسة ذكرت أنه 60% تقريبا لم تحدث بينهم خلافات مثل ما أنت ذكرت. في المقابل عندي 40% من الأسر حدث لديهم خلافات، إذا عندي 23,600 حدث عندهم خلافات. إذا لابد أن تقرأ نتائج الدراسة بطريقة مختلفة، بطريقة سوسيولوجية تحليلية. لذلك جاءت الدراسة منسجمة مع الكثير من الدراسات والإخبار والإحصائيات العالمية متى ما قرأت بشكل صحيح. يعني أنا لاحظت أمس إعلاميا وبعض المواقع وبعض الحسابات ذكرت أنه لا يوجد عنف، يوجد وعي صحي كامل. نعم النتائج فعلا إيجابية، لكن لا نخمل المقابل. إذا رغم أن النتائج انعكست فعلا بشكل إيجابي، إلا أنه لا يمكن أن نغفل بعض الأرقام في القضايا الحساسة. لذلك لابد من تعزيز سبل الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية. ماذا يحصل إن أهملنا المقابل أستاذة سناء؟ دكتورة سناء بوجهة نظرك، أي راح تكون عندي الكثير من المشكلات، راح تزداد المشكلة فيما هي كانت 20%، لو أهملتها راح تزيد. فأنا ليش ما أركز على 20% من الآن؟ ليش ما أضع البرامج؟ وإحنا فعلا وضعنا توصيات يعني أتمنى أنه نتحدث عنها. في أيضا في ثنايا الدراسة دكتورة سناء، 69% ما رأت أن الحظر المنزلي زاد من الوعي الصحي لدى الأسرة، 71% رأوا أنهم لم يواجهوا أدنى صعوبة في فهم الإرشادات، أيضا 74% من أفراد العينة أصبحوا أكثر حرصا في التعامل مع الأمراض الوبائية. كثير من الأرقام وردت في الدراسة، كيف تقرأينها؟ أيضا سؤال مهم جدا لما اليوم نتحدث عن الدراسات أهميتها، وأيضا لابد أن يكون لدينا أرقام ودراسات خاصة بالأسر السعودية. أنت ترين هذا الأمر؟ جدا جميل. اسمح لي، عند قراءة هذه الأرقام لابد أن تقرأ داخل السياق الاجتماعي، أي ألا تكون بمعزل الحقيقة عن كل التفاعلات. لا ينفع نقرأ الرقم فقط كرقم، لابد ما نضعه في سياقه الاجتماعي السليم. الرقم بدون تفسير وتحليل اجتماعي ما يعطي دلالة سليمة. مثل ما ذكرنا
قبل شوي في موضوع العنف، راح أركز لك الآن على موضوع اللي هو التعامل مع الأمراض الوبائية. طبعا من ضمن نتائج الدراسة مثل ما ذكرت 74% من الأفراد قالوا إنهم راح يكونون أكثر حرصا في التعامل مع الأمراض الوبائية، وهذا حقيقة مؤشر جيد. طبعا النتيجة إيجابية كانت انعكاس القرارات كثيرة، قرارات قيادة حكيمة، تكاتف جهود مؤسسات دولة في القطاع الرسمي الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، وأيضا تكاتف المواطن تحت شعار كلنا مسؤول. هذه النتيجة منطقية 74%. في المقابل يجب أن نشعر بالقلق تجاه 26% ما عبروا عن ذلك، بمعنى لدينا تقريبا 15,000 أسرة لا يوجد لديهم وعي في التعامل مع الأمراض الوبائية. لاحظ أننا نتحدث عن وباء، شخص واحد لا يوجد لديه وعي صحي بالاحترازات قد يسبب كارثة. صحيح. بالنسبة لإجابة الشق الآخر من هذا السؤال، ما أهمية أن يكون لدينا أرقام خاصة بالأسر؟ حقيقة الدراسات العلمية والمنهجية والأرقام هي التي تعكس الواقع، هي التي ترصد التغيرات والتحولات التي تمر بها الأسرة السعودية. إحنا الآن في مرحلة تحولات متسارعة، صدقا هي ما نحتاجه اليوم هذه الدراسات لوضع خطط، برامج، مبادرات تلامس احتياجات المواطن، تلامس احتياجات الأسرة. لا يمكن أن نضع برامج مختلفة عن واقعهم، لذلك لابد ما يكون عندي دراسات، يكون عندي مؤشرات قبلية وبعدية ترصد أثر هذه الدراسات. هذا فقط. جميل. دكتور سناء، أيضا في كثير من الأرقام البعض رأها يعني نقدر نقول مبشرة وعامل إيجابي كبير. أنا أبغى أسألك اليوم، أنتم في مجلس شؤون الأسرة حدثك اليوم، وأنت أيضا عضو لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة والأمين العام للجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، ما هي أهم التوصيات التي يمكن لكم الخروج بها من هذه الدراسة بشكل كبير؟ شكرا. جيد، انبثق عن هذه الدراسة حقيقة مجموعة من التوصيات والمبادرات القابلة للتطبيق العملي. إن ما حاولنا نضع حقيقة توصيات نظرية، لا، حاولنا نضع توصيات قابلة للتفعيل والمرتبطة بالنتائج بشكل مباشر. مثال تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، كانت هذه من ضمن أهم التوصيات. تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع وبالذات الفئات الهشة، بمعنى ذوي الدخل المحدود، المعاطين، كبار السن، العاملين في القطاعات غير الرسمية، لأنهم هم الأكثر ضررا. لاحظ هنا لو لم يشعر القائمين على هذه الدراسة أهمية التركيز على 20% اللي تحدثنا عنها لما وضعت هذه التوصية، يعني إحنا ما أهملنا 20%. هذه توصية من التوصيات. أيضا من التوصيات استثمار وسائل الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات توعوية لرفع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي والاقتصادي. وحقيقة كان للإعلام دور إيجابي جبار خلال هذه الأزمة، لذلك من المهم استثمار هذا الدور. أيضا من التوصيات وضع آليات وحلول تصميمية لتطوير المساكن والاستفادة من تجربة الحظر في تصميم مساكن صديقة للأزمات. لاحظنا في فترة الحظر الأسر بدأت تستغل المساحات المهملة. صحيح. بدأت تستغل السطح، بعض المناطق في الحوش، لمحاولة يعني وضع جوانب ترفيهية في المنزل. فهذا يعطيني نظرة مستقبلية أني أضع حلول تطويرية للمساكن تكون مساكن صديقة للأزمات. أيضا من ضمن التوصيات حماية النساء والفتيات من العنف المنزلي من خلال تطوير آليات التبليغ والمتابعة والإيواء. أيضا العناية بفئة كبار السن، كبار السن من الفئات التي تضررت خلال الأزمة لأنه انقطعت سبل التواصل لديهم مع أبنائهم، مع الآخرين، مع الزائرين. لذلك لابد من وضع برامج تهتم بهذه الفئة. أيضا تطوير برامج الادخار وتعزيز قيمته لدى الأسر. أيضا مهم دعم جهود المرأة لتحقيق التوازن، أصبح العمل عن بعد وصار في عندي إشكالية في عملية الموازنة ما بين عملها داخل الأسرة وعملها عملها الرسمي عن بعد، فلابد من عمل هذه الموازنة حتى ما تزداد الضغوط النفسية على المرأة. أيضا من المهم، وهذه من التوصيات الجميلة حقيقة في الدراسة، تخصيص يوم للأسرة في المملكة العربية السعودية يطلق عليه اليوم السعودي للأسرة، مثل
تخصيص هذه الأيام يتم فيها الاحتفاء بشكل كبير، يتم تسليط الضوء عليها أكثر، على قضايا الأسرة، على مشكلات الأسرة. هذه الأيام تدعم وتبرز دور الأسرة في دعم النسيج المجتمعي. أيضا إذا الوقت متاح أيضا أرغب في الحديث عن المبادرات التي وضعتها هذه الدراسة. حقيقة من أهم المبادرات إنشاء نظام إنذار مبكر للأزمات. إحنا مرينا في أزمة غير متوقعة، ما كان عندنا الاستعداد الكافي، فمن المهم إن نضع نظام إنذار مبكر للأزمات بحيث أكون قادرة على التنبؤ بالأزمة اللي قد تواجه الأسرة قبل حدوثها بفترة كافية، بحيث أنه تمكن صناع القرار من اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة للحد من الآثار السلبية. أيضا من المبادرات، طبعا المبادرات اللي إحنا وضعنا لها مؤشرات، وضعنا لها تكنيك كامل يعني في الدراسة. يعني هي قابلة للتطبيق بإذن الله. أيضا إنشاء مرصد وطني للقضايا الأسرية يهدف إلى ربط واقع الأسرة، استشراف المستقبل، وضع الخطب. ما عندنا مرصد وطني، ما عندنا جهة تهتم بتناول القضايا الأسرية بالدراسات بشكل فعلي. طبعا مجلس شؤون الأسرة مشكورا يقوم بدور جبار، يعني أنا يعني ما أشكر فيه لأني أنا جزء منه، لكن هو يقوم بدور جبار، لكن هذا لا يعني عدم الحاجة إلى وجود مرصد وطني يرصد القضايا الموجودة داخل المجتمع. وأخيرا المبادرة الأخيرة إنشاء صندوق مالي لدعم الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود. رأينا طبعا بعض الأزمات اللي مرت على بعض الأسر في توفير أجهزة الحاسب الآلي، من المهم إنشاء صندوق مالي لدعم هذه الفئة. وشكرا. كل الشكر لك دكتورة سناء، يعني جهودكم كبيرة وأيضا تذكر فتشكر، شاكر لك ومقدر أيضا تجاوبك معنا اليوم. شكرا لك. شكرا جزيلا للدكتورة سناء العتيبي، عضو لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة والأمين العام للجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية. تحدثنا عن الدراسة التي عدها مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، أن الحظر المنزلي زاد الوعي الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأسرة. من جهتها أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هالة التويجري حرص المجلس على إجراء مثل هذه الدراسات بالتعاون مع الجهات الأكاديمية، بغية التعرف على حدود تأثير المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا على الأسرة وحياة أفرادها، واتخاذ خطوات فاعلة لتحجيم السلبيات وتعظيم الإيجابيات.